بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اكل ادم من الشجره المحرمه وكذلك فعلت حواء في تلك اللحظه حدث شيء عجيب تساقطت عنهما ثياب الجنه اصبحا عريانين وبدت لهما سواتهما وكانا يشعران بالخجل من نفسيهما فذهبا يصنعان ثوبا من اوراق شجر الجنه يسطر ما بدا من سوءاتهما. شعر بالندم والخوف والخجل لقد ارتكبا المعصيه ولم يسمعا كلام الله وسمعا كلام الشيطان الذي فر بعيدا وتركهما وحدهما بكى ادم بسبب خطيئته وبكت حواء ليتهما لم يسمعا كلام الشيطان ثم قالا وهما يركعان لله ندما نتوب اليك يا ربنا فاقبل توبتنا وتجاوز عن خطيئتنا وقد ورد ذلك في قوله تعالى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين كان ادم قد تعلم من قبل ان المغفره والتوبه والندم تغسل الخطايا لهذا تاب واناب الى الله قال الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. صدق الله العظيم. والمراد: أيهبطوا إلى الأرض اهبطا أنتما وإبليس إلى الأرض. ستستمر العداوة بينكما وبينه. سوف يستمر في خداعه لكما. ولكن من يتبع امري ومن يتبع كلماتي فسادخله جنه الخلد اما من يكذب ويكفر فسيكون مصيره مصير الشيطان هبط ادم الى الارض غريبا مستوحشا المكان لا احد على هذه الارض غيره يسير على غير هدى هو وزوجه حافي القدمين لا شيء يقيه من برد الشتاء او حر الصيف سوى رقعه تستر عورته تلقفته الطبيعه دون رحمه وقد دار في خياله شريط الذكريات للايام السعيده في الجنه الجنه التي اخرجه منها ابليس اللعين يبكي ادم ندما لكنه عليه ان يواجه الحقيقه ويتعايش معها حقيقه الشقاء والمعاناه والالم على هذه الارض ادرك ادم طبيعه الصراع على الارض وان عليه كي يحافظ على حياته وحياه ابنائه ان يحذر نوعا من الكائنات المفترسه ويتحاشاها وهنا عرف ادم ان استمرار الحياه على الارض لا بد له من وجود تناسل وخلق انفس من انفس هل هذا هو ادم نعم وهذه زوجته خلقها الله له كي تؤنس وحدته كم انت مسكين يا ادم خدعهما ابليس واخرجهما من نعيم الجنه انهما لا يشعران بنا دعنا نقترب منهما اذهب انت انا اخشى الاقتراب منهما ولكن لم هما جالسان هكذا فلنعد لنخبر أبي سمية بما رأيناه، فعندي إحساس بأنهما لا يروننا. أليس ذلك غريبا؟ آدم، <applause> آدم، آدم، أصبحنا جميعاً على هذه الأرض يا آدم. <applause> فكما كنت سببا في خروجي من حضرة الله وأن أطرد إلى الأبد من رحمته، كان لابد أن تخرج أنت أيضا. نعم، تخرج من جنتك لتشقى وتعرى وتكد، ولتكون أنت وذريتك تحت عيوني وعيون أتباعي. آدم، آدم. <applause> ساحيل حياتك وحياه ابنائك من بعدك الى شقاء وجحيم ساقعد لهم كل مرصد سامنيهم الاماني الكاذبه وازين في نفوسهم حب الشهوات حب السلطه حب المال سيسلكون طريق الضلال وهم يظنون أنهم يحسنون صنعة <applause> أهلا أهلا بك يا آدم أهلا بك على الأرض أهلا أهلا آدم 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 أهلا بك يا آدم هذه هي المره الاولى التي اشاهد فيها ادم وزوجته هذا هو عدونا الاكبر يا سهاد نعم اعلم ذلك جيدا وعلينا ان نقوم بكل ما يامرنا به ابليس تجاه هذا الكائن سنضله ونضل ابناءه وسنامره بكل ما يغضب الله لا ادري ما الذي جعل هذا المخلوق مكرما عند الله سنجعل منه لعبه في ايدينا نحركها كيف نشاء اصبح ادم وحواء مؤهلين للحياه على الارض اصبح ادم جاهزا لان يكون خليفه في الارض يعمرها ويسكنها ولا يفسد فيها لهذا سجدت له الملائكه تصورت الملائكه في بدايه الامر ان ادم سوف يفسد في الارض ويسفك الدماء لكن آدم يعرف أشياء لا تعرفها الملائكة، يعرف الأسماء كلها. الملائكة لا تعرف الحرية، ولا تعرف الإرادة، لا تعرف التوبة، ولا تعرف الخطيئة. لا تعرف أن الذي يخطئ يستطيع أن يصحح خطأه ويتوب. من أجل هذا، خلق الله ادم ليكون خليفه في الارض الارض امتحان للانسان هل يعبد الله كما امره او يتبع خطوات الشيطان كان ادم يعمل ويشقى ومعه زوجته حتى لا يموت جوعا وكانا يتذكران أيام السعادة، ويحنان للعودة إلى الجنة، وكانا يذكران خطيئتهما، فيبكيان ويستغفران. وهكذا مضت حياتهما بين العمل والعبادة. وتمضي الأيام تلو الأيام، وأنجبت حواء ولدا وبنتا، ثم انجبت ولدا وبنتا فاصبح عدد سكان الارض سته افراد فرح ادم وحواء بابنائهما وكان الابناء يكبرون يوما بعد يوم اصبحوا شبابا قابيل وهابيل يذهبان مع ابيهما ادم يتعلمان منه حراثه الارض ورعي الماشية أما إقليم وليبودة فكانتا بجوار أمهما تساعدان في شؤون منزلهم المتواضع وتمر الأيام والأعوام ونحن ما زلنا نتابع قصة أبينا آدم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون